مرحبا بكم من جديد في ثنايا الخبر. وفي المحور الأول نناقش إمكانية فتح معبر البوكمال وجدوى ذلك مع استمرار الضربات العسكرية في المنطقة. أعلن إذن رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقي كاظم محمد بريسم العقابي أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وافق على افتتاح منفذ القائم الحدودي مع سوريا يوم غد الاثنين. نتابع التقرير التالي ونعود للنقاش. يبدو أن الضربات الجوية والضغوطات الأمريكية تقف عائقا أمام فتح معبر القائم العراقي مع سوريا. رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقي كاظم العقابي أعلن أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وافق على افتتاح منفذ القائم الحدودي مع سوريا في 30 من شهر أيلول الحالي. إعلان فتح المعبر هذا لا يعتبر الأول من نوعه من الجانب العراقي، إذ كان مسؤول قضاء القائم العراقي أحمد جديان قد أعلن في نهاية آب الماضي تأجيل إعادة افتتاح معبر القائم البوكمال الحدودي، محددا أن المعبر سيتم فتحه في 7 من شهر أيلول الحالي، إلا أن الأمر لم يتم حتى اليوم، وذلك وفق ما قال الحشد الشعبي لوكالة سبوتنيك أنه بسبب ضغوط تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية على العراق وبسبب الضربات الجوية. إعلان العقاب تزامن مع قصف مجهول استهدف مواقع عسكرية في مدينة البوكمال السورية التي ترتبط مع العراق من خلال المعبر. وكالة سانا التابعة للنظام قالت إن الدفاعات الجوية السورية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ التي أطلقتها الطائرات، في حين تمكنت بعض الصواريخ من إصابة أهدافها، مؤكدة أن الخسائر اقتصرت على الماديات. يأتي هذا بالتزامن مع إعلان وكالة الأنباء العراقية أيضاً تعرض أحد معسكرات الحشد الشعبي غربي الأنبار لضربة جوية بطائرات مجهولة. وفي خضم هذا موقع جورف نيوز قال إن ميليشيات تابعة للحرس الثوري الإيراني نشرت المزيد من مدافع الهاون داخل وفي أطراف مدينة البوكمال من جهة نهر الفرات، مضيفاً أن الميليشيات نشرت سرايا مدفعية ثقيلة أيضاً في منطقة الحزام الأخضر من جهة البادية وقرب مشفى عائشة وسط مدينة البوكمال. نبدأ نقاشنا مع ضيفنا من أورفا الأستاذ صهيب الجابر الكاتب الصحفي. أستاذ صهيب، مرحبا بك على شاشة حلب اليوم. يعني ما هي الاستعدادات التي تجريها الميليشيات الإيرانية لفتح هذا المعبر؟ بداية أحييكم أستاذ عمار وأستاذ المشاهدين وضيفكم الكريم. طبعا الميليشيات الإيرانية تحاول منذ فترة طويلة أن ترسخ نفوذها في هذه المنطقة بين الفينة والأخرى، ونسمع بإنشاء طبعا مقرات عسكرية وأيضا قواعد في هذه المنطقة التي تقع يعني طبعا على الطريق الاستراتيجي الذي تسعى إيران لتأمينه باتجاه ساحل سوريا واتجاه لبنان أيضا. لكن هذه المساعي من الميليشيات الإيرانية وعلى رأسها الحرس الثوري الإيراني تقابل وتجابه بشكل مستمر من قبل التحالف الدولي، من قبل طبعا حتى في بعض الأحيان هنالك استهدافات من طيران إسرائيلي على هذه المواقع، ويعني كان هنالك عدة استهدافات، هنالك يعني دعنا نقول بشكل عام تحركات وتغييرات في استراتيجية الميليشيات الإيرانية في الآونة الأخيرة، ونقل لمجموعة من المقار العسكرية، ولكن طبعا هذه الطريقة لا تجدي نفعا، هنالك استهدافات متواصلة على هذه المقار، وحتى اليوم وصلت إلى مرحلة استهداف بعض النقاط القريبة من معبر القائم الحدودي بين العراق وسوريا، واستهداف بعض النقاط والمقرات العسكرية القريبة من هذا المعبر، وتسبب هذا الاستهداف بمقتل أعداد من عناصر الميليشيات الإيرانية وأيضا تدمير بعض قواعد الصواريخ، بالإضافة إلى منشآت بأكملها كانت تحدثت عنها طبعا وسائل إعلام غربية، منها فوكس نيوز، منها أيضا مواقع استخباراتية نشرت طبعا خرائط تظهر تدمير هذه المنشآت. والاستهداف اليوم هو أتى بالتزامن مع إعلان الحكومة العراقية عن نيتها افتتاح المعبر الحدودي المغلق منذ العام 2012، وهذه تعتبر رسالة طبعا للميليشيات الإيرانية والميليشيات العراقية المدعومة من إيران في المنطقة بأن التحالف الدولي وأيضا يعني المحيط في المنطقة لن يقبل بهذا الافتتاح للمعبر.
نعم دكتور ضيفي هنا في استوديو دكتور محي الدين، يعني ما فوائد يتساءل كثيرون يعني عن فوائد فتح هذا المعبر في الوقت الذي يعني تدخل وتخرج فيه الميليشيات من العراق إلى سوريا وبالعكس يوميا دون حسيب أو رقيب؟ أهلا بكم وبمشاهديكم حياكم الله الكرام. الحقيقة يجب أن نفهم القضية الأساسية في الموضوع، وهي أن النظام الموجود في سوريا والنظام الموجود في العراق هما مؤتمران من قبل إيران، لا شك في ذلك، ولذلك لا يهم في ذلك لا المصلحة السورية ولا المصلحة العراقية. المصلحة الحقيقية من أي تصرف يقومان به هو لمصلحة إيران، بسبب كونها هي المهيمن الأساسي في البلدين. هلا بالنسبة لافتتاح المعبر القائم وما يخص البوكمال من القصف، هو يعني عبارة عن عملية تهديد، إما أن تذعنوا لهذا الافتتاح أو سنبقى نرجمكم بالصواريخ وبالقنابل وبالطيران. هذا من هذا التهديد من التحالف، يعني لا يجوز أن تفتحوا المعبر وإلا سوف نبقى نخصفكم. هذا التهديد يعني يعتبر ذو بعدين. البعد الأول أنه التحالف يقول أنه غير راضي عن هذا عن فتح المعبر، ولكن على ما أعتقد إذا ما في خط أخضر أو ضوء أخضر ما بيقوم عادل عبد المهدي بالإعلان عن فتح. طيب هو فتح المعبر، يعني بما أنه هن يعني عم يفوتوا يدخلوا الميليشيات على كيفهم يعني كما يقال، ما ضرورة يعني ماذا يأتي العراق من فتح هذا المعبر؟ هل هنالك يعني شيء أكثر من الواقع، يعني هل هنالك شيء فلنقل معنوي أكثر بالنسبة للعراق والنظام؟ يعني هذا سؤال جيد، لأنه ليس فقط الهدف هو معنوي وإنما أيضا اقتصادي. يعني بمعنى أنه فتح مجال سواء للنظام السوري أو للعراق بتبادل التجاري بشكل رسمي. هذا من جهة، وهذا ما هو سيظهر على السطح. أما ما هو تحت الطاولة فهو يمكن أن بأسهل الطرق أن تعبر الأسلحة، والحلم الإيراني اللي هو الوصول إلى البحر المتوسط هذا يعني أحد الطرق للوصول إلى البحر المتوسط. نعم. بشكل رسمي ومبطن يعني من تحت الطاولة كما تتحدث. نعم. حضرتك. طيب سأعود إليك أستاذ صهيب، يعني هل هنالك تواجد لقوات النظام في محيط معبر البوكمال؟ طبعا بالطبع هنالك تواجد، لكنه تواجد ضعيف إذا ما قارناه بتواجد ميليشيات مثل حركة النجباء، الحرس الثوري الإيراني، الحشد الشعبي العراقي، لواء القدس. هنالك الكثير من الميليشيات الطائفية المتواجدة في هذه المنطقة، نقطة المعبر الحدودي، وأيضا تأكيدا لكلام الضيف الكريم هنالك عدة نقاط يعني بالأساس يعني يتم تهريب منها شحنات الأسلحة، ليس فقط المعبر، لكن بالفعل يعني إذا ما تم افتتاح المعبر سوف يكون ذلك بشكل يعني علني بشكل رسمي من خلال الحركة اليومية في هذه المنطقة. علاوة إلى ذلك أيضا وتأكيدا لكلام الضيف حول الناحية الاقتصادية، هو جزء أساسي من توافد ما يسمونه أو تسميه الميليشيات الحجيج، وهم الأشخاص الذين يأتون من العراق إلى الأماكن التي يعني دعت الميليشيات الإيرانية بأنها أضرحة مقدسة لهم للميليشيات الشيعية المتواجدة في المنطقة، وهي بالأساس يعني بضع مواقع تم إنشاؤها مؤخرا، وبدأ يعني بالفعل بدأت بعض الشركات السياحة المتواجدة بالعراق في بإرسال
عدد من المواطنين العراقيين إلى هذه المنطقة، وهي يعني قد تدعم هذه التحركات الجانب الاقتصادي، أكان في مناطق العراق داخل العراق أو بالنسبة للمناطق الخاضعة لسطوة ميليشيات الأسد والميليشيات الإيرانية، وهذه يعني جزئية أخرى. لكن يعني هذه المعطيات جميعها أكيد هي تحت المراقبة، لذلك نحن نعلم طبعا أن من أتى بالأساس بالميليشيات الإيرانية إلى المنطقة هم الولايات المتحدة عن طريق تعاونها معهم سابقا لمحاربة نظام العراق السابق، ورسخت نفوذهم في المنطقة. لكن اليوم للولايات المتحدة لها استراتيجية جديدة، هي إضعاف هذه الميليشيات تدريجيا عن طريق الضربات الغير مباشرة، الضربات يعني بالطيران الحربي، ولا يوجد فترة زمنية محدودة بها هذه الضربات، هي مستمرة منذ سنوات على الميليشيات الإيرانية بهدف إضعافها وليس القضاء عليها. طيب دكتور، معنا دقيقة تقريبا قبل أن نذهب إلى فاصل ونعود لمتابعة النقاش. يعني ما هي أهم العوائد الاقتصادية التي سيجنيها النظام من افتتاح هذا المعبر، وهل ستحسن يعني من وضع الليرة السورية إن صح التعبير أمام الدولار؟ لا، كما ذكرت أن هناك سيكون هناك تبادل اقتصادي الحقيقة، المنتجات الزراعية، المنتجات الصناعية، يعني تعرف هل سيؤثر على الليرة السورية يعني سيحسنها؟ لا ربما. أعتقد أنه سيؤثر كثيرا على الليرة، ولكن أنا أعتقد أنه حتى المنتجات النفطية يمكن أن تهرب من خلال هذا، وسوف تفك ربما أزمة النفط لدى النظام قليلا، يعني تفكفك قليلا. نعم، جاء وقت الفاصل. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل ما مدى إمكانية نجاح فتح معبر البوكمال مع الغارات الجوية المستمرة على المنطقة؟ ابقوا معنا. متغير وتحديات كبيرة، مشاكل وعقبات إدارية ومؤسساتية. نفتح الملفات، نتابع، نفتش عن القضايا التي تهمكم وتمس حاضركم ومستقبلكم. نبحث في الأسباب ونهتم في إيجاد الحلول لها مع المختصين وأصحاب القرار، لأن قضاياكم هي قضايانا. سأكون معكم أنا مصطفى عبد الله كل أسبوع في برنامج قضايا على قناة حلب اليوم. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في ثنايا الخبر. وفي المحور الأول نتحدث عن إمكانية فتح معبر البوكمال وجدوى ذلك مع استمرار الضربات العسكرية في المنطقة. قناة حلب اليوم أجرت استطلاعا للرأي على صفحتها في فيسبوك، وكان نص السؤال: هل تعتقد أن إيران ونظام الأسد سينجحان في مساعيهما لفتح معبر البوكمال على الحدود العراقية؟ وكانت النتائج على الشكل التالي: 53% أجابوا بنعم أعتقد، فيما أجاب 47% من المستطلعة آراؤهم بلا.
معنا هنا في الاستوديو الدكتور محي الدين بنانة المحلل السياسي، مرحبا بكم دكتور مرة أخرى على شاشة حلب اليوم، حياك الله. ومعنا أيضا الكاتب الصحفي الأستاذ صهيب الجابر ضيفنا من أورفا عبر سكايب. سيد صهيب، يعني لو عدت إليك، ماذا عن الغارات الجوية التي تستهدف المنطقة الشرقية؟ هنالك يعني حركة للطيران الحربي مستمرة في يعني أجواء المنطقة، المناطق الحدودية، خاصة أيضا مناطق أقصى ريف شرق دير الزور. هنالك استهدافات بشكل متواصل، يعني فقط خلال الشهر الجاري هنالك أكثر من 4 استهدافات كبيرة في لقواعد عسكرية ولمقار كبيرة للميليشيات الإيرانية في المنطقة. طبعا في 18 من أيلول الجاري نشرت صحيفة الاندبندنت تقريرا ذكرت فيه أن مقاتلات سعودية أيضا شاركت بالاستهداف على مواقع ميليشيات إيرانية في محيط البوكمال. أيضا بداية الشهر كان هنالك استهداف لمنشأة عسكرية تسمى منشأة الإمام علي في بالقرب من البوابة الحدودية، بالقرب من معبر القائم الذي نتحدث عنه اليوم. وهنالك استهدافات أيضا كانت من طيران إسرائيلي على عدد من المقار بمحيط الميادين والريف الشرقي، المقار في مناطق خاضعة لسطوة الميليشيات الإيرانية. وخلال الأشهر الماضية نفس الأمر، نفس هذه الاستهدافات أيضا عندما كانت تحاول الميليشيات الإيرانية عبور نهر الفرات باتجاه مناطق شرق الفرات، أيضا تم استهدافها من قبل طيران التحالف الدولي. هنالك مراقبة لتحركات هذه الميليشيات على البر عن طريق مجموعات استخباراتية تابعة للولايات المتحدة، وأيضا عن طريق الجو بطائرات بدون طيار تراقب هذه التحركات للميليشيات الإيرانية التي هي صراحة مكشوفة يعني ولا تتبع طرق يعني معقدة بالنسبة للتخفي أو استراتيجية التخفي، لذلك يتم الكشف عنها بكل سهولة وبعد ذلك استهدافها. بشكل عام يعني الخلاصة هي أن تحركات إيران مرصودة، يتم استهدافها لكن بالقدر الذي تريده الولايات المتحدة، لا يتم القضاء على القواعد الأساسية الكبرى مثل يعني قاعدة T2 الكم، قاعدة الورد، قاعدة المطار العسكري. أيضا كل هذه المناطق هي فيها تجمعات كبيرة أكبر من التي نتحدث عنها التي تم استهدافها للإيرانيين خلال الشهر أو الأشهر الماضية. نعم طيب دكتور، يعني هل باتت هذه الميليشيات أو إلى أي مدى يمكن القول إن هذه الميليشيات هي بالفعل بحاجة ماسة لرافد اقتصادي وبالتالي تتجه إلى المعبر وإلى سوريا؟ بالطبع يعني كما ذكرت أن الميليشيات هي جزء من إيران يا أخي، وحتى عبر عنها أحد عناصر مجلس النواب الإيراني أن إيران ليست إيران فقط في قم وفي طهران، وإنما موجودة في الحشد الشعبي في العراق، وموجودة في الحوثيين في اليمن، وفي الميليشيات في سوريا زينبيون وفاطميون. فإذا يعني أنا ذكرت أن مصلحة إيران هي التي تحرك بهذا الاتجاه أو ذاك، ولذلك من مصلحة إيران قطعا عبور هذه المنطقة. من الناحية الاقتصادية فهي ستستفيد سواء منفذ حتى لإيران من العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، أو حتى مساعدة من خلال رسوم العبور وإلى آخره للنظام السوري، وأيضا إخراجه ربما أيضا من العقوبات المفروضة عليه هو الآخر. نعم يعني أيضا هو منفذ يعني من للنظام طيب إلى أي مدى يمكن أن تحقق إيران وتنجح بهذا الأمر؟ هلأ طبعا مع استمرار القصف، أنت ترى القصف يعني هذا الكلام أنا أعتقد أنه من الصعب أن ينجح بسبب أن هناك يعني إذا بدنا نحلل الموضوع بشكل أوسع وهذا يحتاج لوقت أكبر، المخطط الأمريكي هو لابد من القضاء على الميليشيات الإيرانية متى؟ وغيرها ضمن برنامج. هذا البرنامج تعده أمريكا بشكل دقيق،
وتنفذه على الأرض حسب مصلحتها. يعني لا يعتقد السوريون أن أمريكا صحيح في أن مصلحة مشتركة بيننا وهي معاداة إيران، ولكن هي تعمل لمصلحتها وبالتالي لمصلحة إسرائيل. فلا بد من خروج الميليشيات أو القضاء عليها، في سواء هي ولا غيرها من الميليشيات، يعني لا بد من نزع الأسلحة من الفصائل بشكل عام. أستاذ صاحب، بالعودة إليك، يعني كان هناك حديث عن صراع روسي إيراني في المنطقة، هل حسمته إيران لصالحها، أو بمعنى آخر إلى أين أو النصر سيكون من نصيب من، إيران أم روسيا في هذه المنطقة؟ ما زال موجودا يعني أستاذ عمار، هذا النزاع هو ما زال موجود بين عدة أطراف. يعني كما نعلم هذه الميليشيات هي لا يحكمها أي وازع أخلاقي أو حتى شرعي، يعني هم يعني ثلة من الميليشيات الارتزاقية المتواجدة في هذه المنطقة، وبالتالي النزاع مستمر بينهم. لكن نشبه ما يحدث الآن بين إيران وروسيا في هذه المنطقة تحديدا، يعني في مناطق شرق سوريا، هو بتحركات أو بالابن الضال لروسيا. يعني روسيا هي الأكثر نفوذا في المنطقة كما نعلم من إيران، وبالتالي إيران دائما تحاول الخروج من العباءة، دعنا نقول الروسية، عن طريق هذه التصرفات، إما محاولة العبور باتجاه شرق الفرات أو محاولة التفرد بالسلطة والنفوذ في هذه المناطق. ودائما في كل تحرك من هذه التحركات، يعني عندما تحركت إيران إلى شرق الفرات فقط رفعت روسيا يدها عن الميليشيات الإيرانية، تم استهدافها وقتل عدد كبير منها. عندما حاولت الميليشيات الإيرانية أيضا بسط كامل نفوذها على مدن أقصى شرق محافظة دير الزور، أيضا تدخل الروس بالقوة وفرضوا وجودهم في هذه المنطقة. لكن هنا الحلقة الأضعف في كل هذه الترتيبة هم ميليشيات الأسد، الذين أصبحوا الآن الأكثر تهلهلا، الأكثر ضعفا بين هذه الميليشيات المتعددة، لدرجة أن عناصر ميليشيات النظام يمنعون من اجتياز من عبور بعض الحواجز التابعة لميليشيا الحرس الثوري الإيراني أو حركة النجباء أو الحشد الشعبي العراقي، وبعضهم يضرب حتى على الحواجز، وهي يعني معلومات وثقناها خلال الفترة الماضية. وبنتيجة طبعا هنالك ترتيب للقوى في المنطقة، وهرم أو قمة الهرم بالنسبة لترتيب القوى هي هم الجانب الروسي، الذي هو يتوافق أو يجتمع أو يتباحث مع الولايات المتحدة بين الفينة والأخرى على إقصاء إيران وهذه الأدوات. يعني الأمر معقد شيء ما، لكن النتيجة واضحة بأنه بالفعل هنالك نية لإقصاء إيران من المنطقة، لكن كيفية هذا الإقصاء غير واضحة حتى اللحظة. طيب دكتور، يعني حضرتك لا تتوقع أن تشهد المنطقة في المرحلة المقبلة يعني أي حركة تجارية؟ ليس بهذا القطع، يعني سيحاولون الحقيقة القيام بأعمال تجارية، ولكن هل يعني التحالف سيتصدى لها بشكل قوي أم سيفتشها أم ستتعرض ل عمليات نوعية من قبل بعض الفصائل التابعة للتحالف، هذا كله رهم. أما أنه يعني الصراع الإيراني الروسي الحقيقة مبرمج أيضا، هذا يعني وتغذي هذا الصراع أمريكا بالذات، يعني وكل من يخالف قرارات الأمريكية الحقيقة لن تتسامح معه أمريكا. وحتى تذكرون حضرتكم أنه في من سنتين أو أكثر أنه ضربت مواقع روسية و250 شخص روسي، نعم كارثية بالنسبة للروس، يعني كانت ضربة كارثية. ليه؟ لأنه روسيا بدأت شوي تحاول، كانت تحاول العبور وتتصدى لقسد، ويعني تخالف التحالف أو القوات الأمريكية، ولذلك فمن الصعب جدا يعني تمرير أو عبور يعني آليات ضخمة أو
يعني شاحنات بالمعنى الكبير. سيبقى ربما في إطار التهريب يعني صح التعبير، يعني وغض النظر ربما على حجم معين. على كل فاصل آخر، قبل ذلك أودع الأستاذ صهيب الجابر الكاتب الصحفي ضيفنا من أورفا. شكرا جزيلا لك أستاذ صهيب على مشاركتك معنا. سوف تبقى معنا دكتور، وأرجو أن تبقوا معنا أنتم مشاهدينا الكرام. فبعد الفصل، روسيا تحذر من استفزاز خلال عمل اللجنة الدستورية، فما هو هذا الاستفزاز؟ ابقوا معنا.